طب هلا يبدو حتى الساعة بعد ما في شيء أكيد، ولكن أنه ممكن أنه يدعي رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل للاستشارة النيابية لتسمية رئيس حكومة، اتفقتوا لهلا أنه شو رح تعملوا؟ هلا المشاورات جارية، بس هو الأهم موضوع رئيس تكتل لرئيس الحكومة المكلف، تسمية رئيس حكومة المكلف. نحن بس لنعرف يعني آخر شيء لنكون عم نشتغل أرقام، نحن مش أكترية بالبرلمان. نحن اثبتت انتخابات اللجان نحن شو الارقام لما يتوافقوا كلهم سوا اليوم على 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 اسم معين او على منصب معين بتبين النتيجه 90 و98. نحن اليوم بنمارس قناعاتنا بهذا بغض النظر، بنمارس قناعاتنا بهذا الاطار. اليوم بالنسبه لنا اللي بيملك المشروع والبرنامج المنحاز لحقوق الناس، هذا رح يكون اليوم الاسم اللي احنا نسميه على رئاسه الحكومه. لغير مشارك بسلطة الفساد، لغير مشارك بسلطة الفساد هو اللي حنسميه على رئيس الحكومة. في مبدأ كثير مهم كمان، هذا الشيء يعني أنا بالشخصي أنا هذا بآمن فيه، أو هذا شيء مفروض يكون نحن عم نكرسه بالعمل الديمقراطي فصل نيابي عن الوزارة. وإن كان رئيس الحكومة. فبالنسبة لنا هودي هن الثلاث معايير، عدم مشاركة بسلطة الفساد، وفصل النيابه عن الوزاره، وحمل المشروع والبرنامج الذي يتلائم او يتوافق مع مشروعنا وبرنامجنا السياسي. نتيجه هول الثلاثه في اسماء مطروحه؟ بعد هلق ما فتناش بالاسماء، نتيجه هول الثلاثه، هول الثلاث عوامل بنوصل للاسم، الاسم بيجي لحاله. فينا اطرح عليك اسم؟ ما بعرف قديش، بدي اعرف راي فراس حمدان، مش ضروري اعرف راي الكل لانه بعدكم عم تتشاوروا. نواف سلام، صراحة ما أنا عندي فكرة عن الدكتور نواف بالملف الاقتصادي، بالملف الاجتماعي، بنظرته مين بيتحمل الخسائر، مين اليوم على الانهيار، كيف ما نوقفه. نعم. شو مسؤولية المصارف، شو مسؤولية رياض سلامة، كيف حيكون في، كيف حتشكل الحكومة، وفق أي طريقة، وفق أي عقل، وفق أي حصص هو بدوي. هو هذا الشيء نحن ما نعرفه من الدكتور نواف بالشخص. كما هيك عقلك الاعتبار الشخصي ما بقى له أهمية. أهمية اليوم للمسار السياسي العام، للمشروع وللبرنامج. اوكي. كنت عم تعطينا لانه ثلاث شروط، انه هل نواف سلام تنطبق عليه هذه الشروط لحتى تعرف شو هو برنامجه؟ ما نعرف مشروع وبرنامجه. انه هو حل الازمه الاقتصاديه، حل هذا الانهيار نحن عايشين فيه كيف اليوم طرق. بس نواف سلام هو مشارك ولا غير مشارك في منظومه الفساد؟ لا، ما أخذ ولا أي سلطة ولا أي موقع تنفيذي أو موقع غير تنفيذي. أوكي. طيب، ممكن تتوافقوا يعني. ممكن تتوافقوا مع القوات اللبنانية مثلا على اسم رئيس حكومة مكلف؟ نحن متوافق مع كل العالم على شرط يكون حامل مشروعنا وبرنامجنا، ونحن ما راح نكون عم الصف لا ب8 ولا ب14. هذا الاصطفاف بالنسبة لنا انتهى، لأنه الاصطفاف الحقيقي هو بين 1% من الناس و99%. 1% الممثلة بالسلطة السياسية المصرفية الأمنية القضائية، بين 99% من ضحايا هذا المجتمع اللي بتحمله، اللي تحملوا أكلاف هذا الانهيار، لمسنا بحياتنا ومستقبلنا، بحياتنا اليومية وبحياتنا الشخصية. فبالنسبة لنا نحن حيكون عنا طرح واضح، واضح المعالم، واضح الخطوات، وواضح النقاط. اللي بيتوافق معنا على هذا الطرح أهلا وسهلا فيه، من مين مكان، من الشمال ومن اليسار ومن اليمين. نعم. طيب، اليوم واحدة من التباينات هي اللي خاصة بالاصطفافات تبعت 14 أدار و8 أدار، يعني في عدد من النواب زملائك بتكتلكم، خلينا نسميه مثل ما أنت بتحب تسميه، عم يعطوا مواقف يعني تشيد ب 14 أدار وتشيد بفريق 14 أدار، وكأنه اليوم عاد الانقسام بالبلد إلى 14. لا، فيش يعني ولا انقسام العمودي اللي عشناه بكل مرحلة ماضية، هذا اصبح مع الماضي، ما مش بين باللجان وبين. نعم. بالتسويه الرئاسيه وبين بالحكومات وبين بكل المسار السياسي باخر 10 سنين. وما في بعد 8 و14. طب بتوافقوا مع مثلا القوات اللبنانيه بالموضوع بين مزدوجين السياده، موضوع السلاح تبع حزب الله، موضوع السياده؟ لك في شيء اليوم اسمه سيد وفي شيء اسمه مقاوم. في اليوم بالبلد في مصالح الدوله العليا، في مصالح البلد، في مصالح المواطنين. اليوم كل ما بده يصير في مشكل، كل ما بدي يشد العصب بنروح على فكره انه هودي فكره السياده، وكل ما بنشد العصب من المقلب الاخر بنروح على فكره المقاومه. اليوم نحن بلدنا عم ينهار جوزيفين. طيب. وبلدنا انهار بموضوع السياده. ما حدا في يساوم على السياده وما حدا بيساوم على المقاومه. المقاومه هي رد وردع اي احتلال من قبل كل الشعب اللبناني.
والسيادة هي سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. نعم. هيك نحن بنفهم المقاومة وهيك نحن بنفهم السيادة. غير هيك بالاستفافات اللي عم يخدونا فيها بالمحاور اللي عم يخدونا فيها نحن ما قلنا فيها وما قلنا علاقة. وهذا الشيء أثبت شو عمل بالبلد نتيجة تصارع المحاور الإقليمية. نعم. ونتيجة تصارع وتكبير الشعارات لتقزيم المطالب والحقوق الإنسانية والشخصية والحياتية بحياتنا وببلدنا وبمستقبلنا. ففكرة المقاومة واضحة بالنسبة لنا. فكرة السيادة واضحة بالنسبة لنا. أخذنا على شعارات كبيرة بهذا المحل اليوم. يعني؟ بخبرية السيادة وسلاح حزب الله. يوم في عدد من النواب زملائك كمان كثيرهم تصاريح كانت كثير رنانة خليني نسميها وملفتة للنظر عن سلاح حزب الله بأنه اليوم مش وقت نحكي بسلاح أنه خلينا نحكي بشيء تاني. بينما في وجهة نظر تانية بتقول أنه السلاح والأزمة هن متساويان بأي مقاربة لازم تقاربوا فيها. إذا بتهرب من المشكلة بتكبر الشعار. فينا نكبر شعار السيادة وفينا نكبر شعار المقاومة. وهذا شيء مرسوم بالانتخابات. هذا شيء مرسوم بالانتخابات النيابية ليخدموا مصالحهم ليخدموا ليشدوا العصب الحزبي والسياسي والطائفي بالموضوع. اليوم خلصنا انتخابات. يعني هذا المسلسل بيخلص وهذا المسلسل خلص بانتخابات اللجان. بس اي مسلسل؟ يا مسلسل تكبير الشعارات يا جوزيف. مسلسل قصدك هيك الشعار سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. بس يعني بس لحتى نفهم عليك صح. اوكي. هو شعار مش شعار مش موضوع شعار. نحن اليوم في يعني في أزمة عم نعيشها باليوم. طيب أوكي. سلاح حزب الله أو موضوع السيادة هذا حله بده يكون مرتبط بالشعب اللبناني، بده يكون مرتبط بمؤسسة الدستورية، بده يكون مرتبط بسيادة الدولة، بده يكون مرتبط باحتفاظنا بحقنا من قبل كل الشعب اللبناني. نعم. بالمقاومة في حال تقاعس الدولة عن ممارسة واجباتها من قبل كل الشعب اللبناني. أوكي. بمقاومة وطنية واضحة قادرة تكون عم بتواجه أي احتلال أو أي اعتداء. هذا بالنسبة لنا اليوم نشوف مفهوم المقاومة وهذا نشوف اليوم مفهوم الدولة. أكيد في سلطة مرجعية الدولة في مرجعية للدولة أساسية اللي هي بتحفظ حقوق المواطنين اللي هي اليوم بتعمل اللي هي اليوم بتكون عم بتدافع عن حدودها اللي هي بتكون اليوم عم بتفاوض بعلاقاتها الخارجية اللي هي بتكون اليوم عم بتعمل اتفاقيات ومعاهدات دولية وفق المصالح اللبنانيين المقيمين والمغتربين. طيب. اوكي. فبس في شيء اهم، في شيء اساسي اليوم عم نعيشه. في باسبورات مش ما حدا عم يقدر ياخذ باسبور، في حجز للبنانيين ببلدهم. اوكي. طيب. ما حدا بيحكي عن تانكة البنزين قد ايه صارت اليوم، ما حدا بيحكي عن ازمه الدواء اللي عم نعيشها كل يوم، ما حدا بيحكي عن فوته على المستشفى اللي صارت بتخرب بيوت كل يوم. ما حدا بيحكي عن هودي كلهم رايحين على شعارات كبيره لالهائنا. نحن بالنسبه لنا موقفنا واضحه وصريحه وقادرين نعرف حالنا، قادرين عارفين حالنا شو بدنا. ولكن بس هلق عنا انهيار اقتصادي، في عنا 6-7 اشهر كتير صعبين. نعم. هودي نحن مفروض نكون عم نتحرك فيهم. مفروض نكون عم نواكب هذا الانهيار بمجموعه خطوات. على القليل بنعمل واجباتنا جزئيا. طيب. بغض النظر مجلس النواب اذا بياخذ فيهم او ما بياخذ فيهم، نحن علينا نكون عم نسرع بالخطوات الانقاذيه. اوكي. بهذا الاطار.